طيب يا شباب، سامعني كده؟ اه تمام يا باشمهندس. تمام. هبدأ بأول أول تاسك وصل لي من عمر. خير خير إن شاء الله. طيب خلينا، عمر بدأ يعني هو جاب التاسكات كلها تاني وعملها 3D، ده شيء كويس جدا، وأحب أشكره برضه على الفيديو اللي هو عمله. أنا اتفرجت على الفيديو برضه، حاجة عظمة يعني. نفس الكلام يعني، هنا مفيش تعليق بقى، خلاص يعني الدنيا بتتطور. تمام، تركات نفس الكلام برضه، لا تعليق، البوليجون متوصل بالجراوند، 3D موديل. تمام، الناس اللي ما شافتش الفيديو، في فيديو نزل لكم على الجروب عمر عمله بخصوص 3D موديل. تمام، نفس الكلام، دي البوردة بتاعت الباور ديستريبيوشن، بوردة ال IR. هنا عملت الفتحات في الجنب، مفيش مشكلة، شغال. عايز أرجع كده، اه ماشي. دي شكل البرودكت الاي ار، حازم صح، ده حازم. البوردة بتاعت ال LED عملها برضه 3D موديل. تمام، دي بوردة الباور ديستريبيوشن اللي هو كان عاملها. تمام، احنا علقنا الحاجات دي المرة اللي فاتت وتعدلت ايه الحمد لله. في هنا بقى ده شكل البوردة اللي عملنا 3D. تمام، الشكل بتاعها من فوق، ده حازم برضو بدايرة الـ IR، وعمل المرة دي الفتحات هنا في الجنب اهي، واحدة تانية فتحات التثبيت، وادي التالتة. بس يفضل يا حازم لو انت سامعني، يفضل الفتحات بتاعتك تبقى على ابعاد ثابته، يعني زي دول كده مثلا، او في نص السنسورات، بحيث انت تبقى مسافه انت عارفها لما تيجي تصمم ايه الروبوت، عشان تعمل حسابك في الفتحات دي تحطها في التصميم ذات نفسه. تمام، 3D موديل زي الفل. دي دايره باشمهندسه فاطمه. تمام، هي عملت الأربع فتحات التثبيت هنا، هم 1 2 3 4. انت اخترتي كده النحاس، اعتقد غيرتي لونه للجرين، يعني لون النحاس، اعتقد انت كده غيرتي لونه للجرين، فعشان كده البوردة طالعة بالشكل ده. بس تمام، مفيش مشكلة. لو دول يعني، لو زي ما انا شايفهم كده، لو البوزيتيف 5 فولت والاوت ماينس 1 والاوت ماينس 2 ده، او الاوت 2 جراوند، دول في نفس اللاير بتاعت النحاس، يفضل تخليهم في السلك سكرين لاير، او في اللي هو التي توب لاير، او اللي هو التي نيم لاير دي. تمام، ده التعليق الوحيد. تراكات كيرفد زي الفل، مش اي مشكلة. باشمهندسة غدا حسين عملت برضو البوردة 3D، عظمة جدا. دي بوردة الـ IR. تمام، فتحة التثبيت عملتها هنا في النص اهي، جراوند والخمسة فولت والـ A ماي الـ A1 والـ A2 لما طرفين الأنالوج، الفاليو بتاعت المقاومات. تمام، 3D موديل زي الفل. ده صامويل وقال ان هو تقريبا ما عرفش يعمل 3D موديل عشان كارت الشاشة، فمفيش مشكلة. تمام، عمل برضو التركات كلها كيرف دوت، يعني في تحسن كبير جدا جدا يعني. بس التراك الرفيع قوي ده، يعني انت عملت التراكات كلها عريضه الا التراك ده، ما جيتش على التراك ده. التراك ده انت كده يعني، مثلا لو ده تراك الباور فده اللي بيغذي البورده كلها، انت جيت رفعت، فاهمني؟
يعني حاول تحل التراك ده بس تكبره شوية. دايرة الاي ار تمام، فتحات التثبيت هو عملها فوق اهي، ان الناس المرة اللي فاتت كانت ناسية فتحات التثبيت. باشمهندس سمر وانديل تمام، انت قاصد عشان المكان؟ لا ماشي، ما انت قاصد عشان المكان، بس في حاجة، انت لو جيت توصل كده الدايرة دي، التراك ده مش هيتحمل يدي باور للثلاثة رجليه، فاهمني؟ ما هو ده بيغذي اول رجليه، طب والتاني؟ ما هو التاني هياخد من الاولاني، طب والتالت؟ هياخد من الاولاني، فاهمني؟ يعني الاولاني هيدي للتاني والتاني هيدي للتالت، فلو التراك ده ما قدرش اصلا يسبلاي الاولاني هيتحرق، التراك ده هيطير ذات نفسه. تمام، مش عايز اوقع حد. ماشي، دي باشمهندس سمر وانديل، دايرة ال LED هتوسع بس الكليرنس يا باشمهندسة بين التراكات وبين النحاس اللي بره ده، عشان ما يبقوش قريبين او من بعض. تمام، الكونكتور اتظبط اول ناحية بره، والروزيتا تمام، المقاومات برضو اتظبطت مع الدات، بقى في alignment مع الكومبوننت كلها زي الفل. هنا التركات برضه لا تعليق، والناس عملت بدأت تعمل بوليجون متوصل بالباك جراوند اهو. دايرة الاي ار تمام، ناقص بس اللي هو ايه، الخمسة فولت والجراوند جراوند والاي زيرو والاي وان، وده مش 3 مللي، يعني ده فتحة المسمار التثبيت دي مش 3 مللي، دي صغيرة بس برضه تخلي بالك منها المرة الجاية تبقى 3 مللي. تمام، باشمهندسة أسماء عبد العال، دي دايرة ال LED تمام. مش تمام، التراك ده هو بس يعني التعليق الوحيد، هي دي ممكن تكون اتشدت بالغلط بس محتاجة تتظبط، التراك اللي هنا اللي فوق ده لو يعني سامعني يا باشمهندس تمام، اللي هي نفس التعليق والجزء ده تمام. دايرة الـ IR زي الفل، الناس بدأت تلتزم بالألوان هي اللي هي المفروض إنها محطوطة ستاندرد، يعني دول ممكن يكونوا قريبين من بعض بس عادي، يعني ممكن تنزلي ده تحت شوية بس زي الفل مفيش مشكلة. فتحة التثبيت معمولة في النص تمام، اسم برضو مكتوب في البوتوم لاير زي الفل. عندي تعليق وحيد يا شباب، في شفته في كذا بوردة، يعني اما تيجوا تعملوا بالنات الباور وبالنات الانالوج، يعني حاول تخلي ايه بالنات الباور الاثنين جنب بعض، يعني 5 فولت والجراوند ده مثلا، يا اما على الطرف اليمين او الشمال، تخلي بالنات الانالوج كلها جنب بعضها، بحيث لما تيجي تسحب كونكتور على الكنترولر، الكونكتور اللي هيطلع مثلا وليكن هيطلع 8 اطراف من هنا، يوصل هناك 8 اطراف يركبوا زي ما هم بالظبط، ما يبقاش عندك مشكلة هناك ان انت برضو ايه حاطط ال 5 فولت والجراوند في النص وبالنات الانالوج حواليهم، فانت مش عارف توصلهم مع الايه، مع الكنترول تمام. نفس ده احمد انديل تمام يا عم احمد زي الفل. ماشي، فتح التثبيت هنا اهي، حط المقاومات بالعرض مفيش مشكلة، شراكيلو 220. بس هو ممكن يعني كنت خليت الار واحد دي فوق والار اربعة دي هنا، بحيث بقى ايه فاهم، في سيمترية كده تمام. ديزاين دبي احمد انديل عاش. التراك ده، طب انت لفيت ده كده ليه؟ ما كنت نزلت بيه ستريت على طول كده او كيرف، فاهمني؟ بس ماشي شغال مفيش مشكلة. الحتة اللي هي نازلة وطالعة تاني دي بلاش، لما تنزل على طول ستريت كده، لما تيجي على طول كده، فاهمني؟ نفس الكلام هنا، الكسرة دي احنا قلنا الحاجات دي بتمثل معوقة أو بتعمل إعاقة للتيار اللي ماشي. 3D موديل زي الفل، ده يعني ده برضو يعني بشكر عمر تاني، لأن لولا الفيديو اللي اتعمل ده ما كانش الناس عملت ال 3D موديل تمام. ده شكل تاني ماشي، 3D موديل بس يعتبر كده علقت على كل التصميمات.
هل في حد عمل تصميم وانا ما علقتش عليه او ما شفتوش؟ تقلقش يا عمر، انت اللي هتاخد البورد. ان شاء الله كمل بس للنهايه على ايه، على نفس النمط كده. خلينا، انا عايز اعمل كليك كده. طيب سريعا كده يا شباب، انا هعمل بقى ايه، هعمل ابديت على البورده، هعمل ديليت للكونكتور ده وانزل واحد تاني. أربعة أو خمسة طرف، لا نقول بقى إحنا عندنا اتنين باور دلوقتي، وهنعمل دايرة لاين فولور كام. يبقى أنا هاجي كده على ماشي بين هيد، أهي لايبرري اسمها بين هيد برضو عشان الناس أهو. تمام، هفتح اللايبرري، هجيب كونكتور. انا محتاج كام؟ محتاج 6 سنسورات مثلا، او ممكن نقول نخليهم 2 في النص و 3 على اليمين مثلا و 3 على الشمال، يبقوا 8. يبقى احنا هنجيب كده كونكتور فيه 10 اطراف، او نخليهم 6، بلاش 8 عشان ما يبقاش كتير قوي، يعني خليهم 6 وكونكتور فيه طرفين باور، يبقى ايه 8. تمام، اخترت انا بين هيد عشان برضو الناس ايه، 1 في 8، قلت لكم اسمه على الشات اهو. هلف الكونكتور ده كده. تمام، هاجي بقى اسحب ده وادي اللي دول كده، عايز الناس تبقى ايه تابعة معايا سريعا. يعني الحاجات دي بقى احنا عملناها كذا مرة قبل كده، بس المرة دي احنا عايزين نعمل حاجة كاملة. وصلت 5 فولت والجراوند هم، او ممكن اخليهم الاثنين، اعمل ديليت كده كده واخلي الاثنين جنب بعض، يعني يبقى هنا كده. أنا هعمل ديليت لده، أخد كذا نسخة من ده كده. ممكن نسلكت دول، احنا محتاجين 6. ماشي، كنترول سي كنترول في على طول. ممكن اجي احط نيم، ماشي. ممكن اقول له دايرة الاي ار خاصة باللاين فول والروب. ماشي، 1 2 3 4 5 6. أنا مش عارف سميت أنا دول كده بقى إيه، سمي ده أقول له بليس ليبل، بس هاجي الأول على الليبل خليه اون من هنا،
وارجع تاني اعمل مين، واقول له ده مثلا ايه زيرو، انا عايز اللون بتاعه يبقى واضح، اقول له مفيش حاجة غير كده ايه زيرو ايه وان ايه تو ايه ثري ايه فور ايه فور. تمام هاجي من هنا كده اوصل له البضاعة، منين بقى ده ايه زيرو ايه واحد، انا الصوت ده ايه اتنين ايه تلاتة ايه اربعة ايه خمسة. عايز اوريكم بقى ايه كده حاجة كده ده شايفين دي؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. احنا هنشتغل بس يعني احنا اللي هنشتغل عليه دلوقتي هنلغي الاثنين اللي بره خالص دول، ونشتغل على ايه؟ 6 سنسورات بحيث يبقى في 2 على اللاين مع بعض، يعني الاثنين اللي في النص دول هيبقوا ايه؟ فوق اللاين في نفس الوقت. تمام؟ يبقى انا عندي 6 سنسورات، 2 اللي في النص، وهنا 2 على اليمين، وهنا 2 على الشمال، دول هيبقوا دايما على اللاين، والمسافة بين كل سنسور والتاني 10 مللي من السنتر للسنتر. تمام يا شباب؟ انا كده خلصت دي، نقل لإيه؟ للي أوت. يس. زي ما قلت هاجي على فيو الجريد، خليه بالمليمتر، خلي دي 25 من 100، ممكن أخلي الجريد أون، خلي دي مثلا 160 صفر، 160 و100، نخلي دي 80. تمانين. ولو احتاجنا نكبر تاني نرجع نكبر، نقول اوكي. تمام، نفس الكلام مع اللاين اللي فوق ده، لحد مش فاهم حاجة يقول، نقول له مثلا 40 و40، يعني البوردة تبقى أبعادها 4 سنتي، هنصغر ده كمان دلوقتي 4 سنتي في 8 سنتي. تمام، البوردة 8 سنتي، يعني أنا دلوقتي محتاج السنسور اللي هيكون أول واحد يبقى على بعد مثلا، عايزين نص البوردة يبقى 40، أول واحد يبقى على بعد 45، فهنجيب رقم 1 2 3، كده هيبقى على بعد 35، ونقول له 5 مثلا، خلي دي 90. الابلاي ده شكل اول سنسور بالشكل ده، ممكن اقول له بقى 90 دي خليها 270. تمام، 5 دي نطلعها فوق شوية نخليها 8. تمام جدا. طيب ده كان 35، يبقى اللي بعده اللي هو رقم 4، كان المسافة كانت من السنتر للسنتر 10، يعني ده عند 45 و8
زاوية 270، تمام. اللي بعده هيبقى رقم 5، عند 55 و8 270. رقم 6، 8، انجل 270، وعند رقم كام؟ 65، صح كده؟ إذا 25، 8، 2، 70، بدأ عند 5، 15 بقى، 8، 2، 70. لو عايز تضيف كمان سنسورين ممكن تضيف كمان سنسورين، اللي هو 8 سنسورات، تمام. عايزين نصغره عن كده البوردة، ممكن نصغره. احنا ممكن نيجي نعمل كده، نقول له مثلا بدل ما تبدأ من صفر وصفر، خليك مثلا، ماشي، نخلي دي 10 40، 10 40، 10 وصفر، تمام. هذه البوردة بتاعتي، وهنا نفس الكلام، هقلل 10، يبقى ده هيبقى 70، وده هيبقى 70، قول أبلاي. يبقى كده البوردة بتاعتي هتبقى بعدها كام؟ 6 سنتي، 4 سنتي، الأربعة دول هنقللهم كمان دلوقتي. زي ما قلت، هنيجي بقى نخفي النيمز، تي نيم والبي نيم والتي فاليو والبي فاليو، تمام. هقول له كده اوكي عشان اعرف اشتغل. السنسور ده من المرة اللي فاتت في سي ار تي 5000 دي عاملة لنا أزمة، بس مش مشكلة، عدلناها، بس ما عملتش ابديت للايبراري. أنا مثلا هاجي أكتب أسماء كده هنا الأول عشان ما تلخبطنيش. تمام، باقي لي ايه؟ مقاومات. طيب ممكن نرجع اعمل برضو نيم للمقاومات كده، يعني هنا R1 R2 R3 R4، ماشي. ستة سبعة تمانية، ماشي. أظهر بقى التي نيم، أنا بقى عارف المقاومات اللي بتعامل معاها. الأول R1 أهي، ترى موب الأول، موب R1، ماشي. هيجي هنا R2، ممكن ناخد دي نثبتها عند فاليو، نقول له مثلا خليها عند 16، 20، تمام. أو يعني هنا 16.5 مثلا، أو 10، 16.5، طيب 16 و20، ودي تبقى عند كام بقى؟ قول له مثلا 13 و20، تمام. يبقى أنا هاجي عند اللي بعدها دي، اللي هي R كام بقى؟ R3، 3،
قول له خليها. كانت عند 25، أنا هقول له عند 26. 20 تمام. الأنجل هنخليها 90، قول له أبلاي، نشوف شكلها كده تمام. ماشي، ممكن نخلي الأنجل 270 تمام. دي كانت أقل بقد إيه؟ ب2. طيب احنا ممكن نزود 2، نخلي ده عند 17، ودي تبقى برضه عند 27 تيجي هنا. خلي دي الأول 270، وهنا عند اللي بعدها كان، دي كانت كام بقى؟ 27، 25، يبقى دول 23، وهنا 20، والله بلاي تمام. نفس الكلام أطبقه على R5، أقول له خلي لي دي لو بعدها كانت 35 يبقى 37، وهنا 20، هنا 270. لو حد مش فاهم اللي أنا بعمله يقول أنا مش فاهم أو مش واصل للجزء اللي إحنا بنشرحه ده. أنا دلوقتي بستخدم البوزيشن للإيه؟ للمقارنات الإلكترونية. أنا هنا أقول 33، 20، ولف لي المكون 270 ده. ده هيبقى 45، يبقى 47، 20، 72، والله باي. اوكي بيكون فين الريفرنس؟ مش فاهم. ممكن توضح اكتر يا زيد، او تفتح المايك وتتكلم معاك. احنا هنا وصلنا ايه؟ 45. مش دي 47، يبقى دي تبقى 43. شباب لو حد عاوز يكلمني ممكن يفتح المايك ويكلمنا عادي، انا مش عامل ميوت للمايك. يكون عند كام؟ 57، يبقى دي عند 53. الأبعاد دي بتبقى مهمة جدا يا شباب، خاصة في الأي آر. أهم حاجة الدقة في التوصيل، يعني المكونات تبقى الأبعاد بتاعتها مظبوطة جدا، والسنسور وانت بتركبه او بتلحمه ما يبقاش مميل لا يمين ولا شمال ولا الكلام ده، عشان الريفليكشن اللي هيحصل للاي ار ده اللي هيأثر على الخارج بتاع الدايره معاك. اخر حاجه معانا كانت 65، يبقى نقول 67، وهنا 20، هنا 270، والله والله والله. اوكي هنا دي 65 ناقص 2 يبقى 63، هنا 20، هنا 270 تمام. كده بصينا البوردة بتاعتنا اهي، باقي ايه؟ الكونكتور ده. ماشي، اصحى بقى الكونكتور ده كده تمام، بلفه بحيث احصل على اقل تراكات متقاطعة. طيب ممكن اجيبه هنا كده، أنا مثلا إيه هضغط عليك اليمين، شوف المساحة اللي هو فيها، أو أنا عايزه بقى يبقى عند نص البوردة، يعني عند 40،
على ارتفاع مثلا ممكن نقول 28، لو لقيته قريب أوي ممكن أرفع كمان شوية. خلينا نقول أوكي لحد الآن، نعمل ريدز نست عشان أقلل التركات المتقطعة. طيب نيجي بقى للجزء بتاعنا المهم بتاع كل مرة، إيديت ديزاين رولز، أروح على كليرنس، خلي دي 6 من 10 مني، ولا كنترول إيه، ودي هنا نفس الكلام. ما يهمناش الجزء الاس ام دي دلوقتي، بس خلينا نعمله بقى. احنا زي ما اتفقنا احنا حتى الان يعني بنعمل تريننج اكتر، اللي هو بتتدرب على كذا دايره كذا دايره كذا دايره، لسه هيبقى في بعد كده. انا مطول معاكم شويه في السيشنات يعني، مش هنبقى ملتزمين بوقت معين الناس اللي عاوزه تطول. وفي نفس الوقت اللي انت بتاخده ممكن تطبقه، الناس اللي شغاله على مشاريع تخرج ممكن تطبقه بقى عادي، فاهمني؟ احنا قلنا برضه هيبقى من ضمن السيشنات هيبقى في ان احنا نعمل اردوينو كامل، وممكن نخليه اورينتد لحاجه معينه زي ما احنا عاوزين، يعني زي البورده اللي انا كنت عاملها دي خاصه للكوميونيكيشن بس. انت ممكن تعمل بورده زي ما انت عاوز، ممكن تعمل روبوت كامل اللي عباره عن بي سي بي. تمام، قلنا المينيموم هنا خليه 6 من 10 او 8 من 10، كويس خلينا 8 من 10. المينيموم دريل، خلي المينيموم دريل ده قلنا 7 من 10 بحيث يبقى أقل من سمك التراك. 7 من 10 مللي دي يعني لما تيجي تتقب هتستخدم بونتا 7 من 10 مللي، أقل ثقب في الدايرة يعني هيبقى 7 من 10، في مكونات بتبقى أكبر من كده فهو ما بيغيرلكش الثقب بتاعها ده. تمام، باقي الحاجات دي كنا حتى الآن مش هنستخدمها في حاجة، بس لما نستخدمها أقول لك ده بيعمل إيه وبنعدل فيه ليه. أقول له كده أبلاي أوكي. هاجي هنا نيجي بقى على الإيه، الراوت اير واير. انا الاول نعدل البورده دي، خليها بقى ايه 30، هنا 30 تبقى قليله قوي. مش ممكن نخليها 35، ما ردش عليا زياده في الرفع. ال ام 358 احنا قلنا هنحطه في البورده لوحده، بحيث لو عايزين نستخدم دي زي ما هي انالوج بنستخدمها، عايزينها ديجيتال نستخدمها. باشمهندس، انا كان قصدي في الريفرنس ان هو مثلا لما كنا بنخش على البروبرتيز بتاعت كل كومبوننت كنا مثلا مثبتين رقم في الواي ورقم في الاكس، فكنت بسأل الريفرنس بتاع الواي والاكس ده بيبقى فين يعني. الريفرنس بتاع الواي والاكس انا عندي دلوقتي، بص الريفرنس بتاعهم اهو اللي هو هنا ده 0 0، حلو. كل ما تمشي كده الاكس هيزيد، كل ما تطلع كده الواي هيزيد. تمام، حتى المؤشر هو هنا بيتغير، ولو انا جيت كده يبقى تمام بالسالب، الاكس بالسالب والواي بالموجب، نزلت تحت الاثنين بالسالب، جيت كده تمام الاكس بالموجب والواي بالسالب، وهكذا. يعني انت ممكن تقسم ده 4 اجزاء، لو انت عملت زوم كده الجريد بتاعك اهو. تمام، بس احنا عشان مصغرينه جدا ما هوش ايه ظهر. تمام كده يا شباب، تمام نبدأ نعمل بقى عملية الراوتينج من هنا اهو، راوت اير واير، اختار البوتوم لاير واعمل بوش اوبستكل. نبدأ نعمل، انا عايز انا هسيب الجراوند خالص للاخر، انا يهمني الاول ايه السيجنالز اللي هي هنا، يعني اي حاجة هنا متوصلة بالجراوند كده هسيبها. تمام، دي ما تهمنيش دلوقتي لان هنعمل جراوند، هنعمل بوليجون المفروض ان هو يوصل لي ايه اي سيجنال جراوند. فخلينا ناخد اول تراك ده كده. تمام، ممكن تيجي تعمل كده عادي اهو، تاني مش أنا ممكن ألف بيك كده، خليك دلوقتي أنا ناخد ده إيه 5، ماشي.
حد ممكن يروح جاي عامل كده موصل دول كده مره واحده، هيعمل كونكت مع اول واحده واخر واحده ويسيب الاثنين اللي في النص دول. هو مش سمارت لدرجه ان هو يعمل نت هنا ويعمل نت هنا لوحده، تمام؟ عشان برضو ايه، حد ممكن يقول احنا ليه ما نعملش كده مره واحده. عدد السنسورات كل ما كان اكتر كل ما كان افضل، بيدي ريزوليوشن اعلى لما تيجي تشتغل بي اي دي كنترول. مش بقى ايه بقى اللي عامل لي ازمه حاليا، ان انا هحتاج اطلع التراكات دي كلها فوق. طيب احنا ممكن نعمل حل ازاي؟ نشوف أفضل سوليوشن. نخلي ده مثلا 5 وده 5 نزود ده 5 يبقى 75 وده 75 اللي ناخدها كده. انا بوسع كده التراكات دي عشان افتح مجال للجراوند لما اجي اعمل بولجون ما يدخل هنا، تمام؟ مش لو حد بيسأل ليه بنعمل الحركة. طبعا الموضوع لو هشتغل دبل لاير هيبقى أسرع بكتير ومش هياخد مش هيحتاج اللي أنا بعمله ده.
عم. نعم يا ممكن البلوان أقول له جراوند، بس هو ما كانش اسمه جراوند، كان اسمه إيه؟ جي إن دي. تمام، ماشي، تعالى انتقلنا. مش عارف يعدي يعني الحل ان احنا لا اما دلوقتي نعيد ترتيب المقاومات تاني والكلام ده كله التوصيلات، لا اما ان انا اخلي البورده ده باللير. تمام، ده باللير يعني دي كده اما تبقى دي احنا قلنا كام؟ 75 مللي، 70. لا هي بدأ هنا من هي دي كده هتبقى 7 سنتي في 35 مللي تقريبا، تقريبا 32 مللي. لسه في ايه؟ لسه خارج السنسور. ماشي، ما انا ما وصلتش اصلا، ده لسه في حاجات كتير يا حازم، هي مش هتعرف تعمل لها كونكت. تمام، عشان الابعاد اللي هي هنا مسافات التثبيت دي مع الكليرنس عامله لك مشكله، وانا مش عايز اوسع اكتر. تمام ماشي، احنا ممكن نعمل كده كنترول ايه واجي اقول له بيب اب للبورده كلها. تمام، واعمل جو، بس انا هعمل حاجه تانية، انا هرجع للسكيماتيك هغير كل قيم المقاومات دي، كل المقاومات هغيرها اخليها اس ام دي، وعايز الناس تركز بقى في الجزء ده، لان احنا كده دي حاجه جديده هتعرفوها. خلينا نيجي نعمل كده على كل مقاوم من دول، هقول له كليك يمين اعمل ريبليس. تمام، اللايبراري اللي هي اسمها سبارك فون، بعد السيشن هضغط لكم اللايبراريز كلها عشان الناس اللي مش عارفه تابديت اللايبراري وابعتها لكم. تمام، سبارك فون ريزيستورز اهي، وانزل مش هختار ولا مقاومه من دول، هنزل على اللي هي الجينيريك ريزيستور اهي، قدامها الجينيريك ريزيستور باكج، واختار الاس ام دي. تمام، هلاقي مقاسات في الاس ام دي، كاتب لي هنا 0402 0603 08 05 12 06. خلينا نشوف ايه الابعاد دي. يعني كده لو انا جيت على جوجل كده وقلت له اس ام دي ريزيستور كود مثلا، تمام، او اللي هو ريزيستور دايمنشنز اهو. خلينا نفتح دي كده، عايز الناس تركز في الجزء ده، لان ده اللي انت على اساسه لما بتيجي تنزل مكونات بتختار ايه الابعاد دي. بص يا سيدي، وهنا بيقول لك في ايه الويدث والهايت واللينس، كاتب لك هنا اللي احنا شفناهم دلوقتي في البرنامج اهو تاني عشان نربط الاثنين ببعض، في من اول 0402 06 03 08 05 12 06. هتلاقي هنا
النظام المتريك اهو، تمام، ده اللي احنا شغالين عليه اللي هو بالمليمتر. اللي بيقابله الحاجة اللي هو النظام الامبيريكال، الامبيريكال ده اللي هو بالانش، تمام، ده اللي الابعاد بتاعته، ده اللي الستاندرد. احنا شغالين بالمتريك، بس اللي هتلاقي الابعاد اللي موجودة بتنزل في اللايبرز كلها اغلبها ايه؟ بالانش. خلينا نيجي نشوف كده الكود بتاع ال 0402 وال 0603 0805 وال 1206. اصغر واحد خالص اللي هو 0402 ده، يعني ده كده 1 مللي، الويتس من 100 مللي، ودي بتبقى 1 على 16 واط، تمام، فدي الواط بتاعها قليل جدا، دي مش هتنفعنا. وغير كده ابعادها قليله جدا، ما تقدرش، مش يعني مش هتعرف تمسكها بايدك وتتعامل معاها بشكل عادي كده، تمام. خلينا نشوف اللي بعده 0603، قال لك ده اللينس بتاعه 1.5 مللي، الويتس بتاعه 0.85 من 100، الهايت بتاعه 500. في نفس الوقت حاجه تبقى حجمها كبير اقدر اتعامل معاها، يعني لو هلحمها بكاويه عاديه ما تبقاش معايا، ما تبقاش عامله مشكله وتقعد تمسك في سن الكاويه وتعمل لي ايه؟ ازمه. احنا يعني في الاخر هنرسي على 1206، وهتشوف انت لما تشوف برضو الابعاد بتاعتهم مقارنه بالباقيين هتقول اه ليه اخترنا ال 1206 دي، تمام. 0805 هتلاقيها 8 من 2 مللي، اللينس بتاعها 2 مللي، تمام، الويدث هتلاقيه 1.2 مللي، تمام، الارتفاع بتاعها هتلاقيه 45، والارتفاع ده هتلاقيه ثابت في كل الايه؟ الهايت ده هتلاقيه ثابت في كل المقاومات. هو ال 08 مش موست يوز، ال 0805 عشان بس لما بقى فيه اسمبلي مكن هيجمع بيبقى الموضوع اسهل، انما انت لما تيجي تتعامل معاه بايدك هو برضه ستيل حاجه صغيره، يعني ال 0805 ده انت بتتكلم في 2 مللي، فاهمني، 2 مللي في 1.2 مللي، حاجه صغيره برضه، بخلاف ال 1206 الموضوع انت اتنقلت حوالي كام، 3 مللي و2 حاجه انت شايفها تقدر تعمل معاها بايدك حتى. ده هنا هتلاقي ال 1206 3.2 مللي، 1.6 مللي، والارتفاع بتاعها بقى اكبر، يعني انت بتتعامل مع حاجه قادر تشوفها بعينك وتتعامل معاها عادي بالجفت، او تتعامل معاها باي حاجه تقدر تمسكها. غير كده الوات بتاعها بقى اعلى، ربع وات. لما تطلع بعد كده ال 12 10 وال 18 12 انت بتتكلم في 3.2 مللي زي ما انت، بس هتلاقي ايه؟ الويتس بتاعك بقى مختلف. دي اللي هي بتبقى موجوده في البي ام اس، لو حد شاف اللي هي البي ام اس بيسموها الشنط ريزيستورز، بتبقى احجامها كبيره، تمام، عشان يمشي فيها واط عالي، يعني نص واط، 1 واط، 3 ارباع واط، وهكذا عشان تتحمل تيار عالي، تمام. فاحنا هنستخدم ال 1206 دي، ودي هتلاقوها موجودة في السوق. يعني لو احنا جينا كده شفنا موقع زي رام، هبعت لكم برضه الموقع ده قبل ما ده اللي هو الريزيستور كود، هتلاقي بقى ايه جايب لك ابعاد البدات برضه نفس الكلام هنا اهو، تمام، بيقول لك الابعاد البدات دي في كل واحد من دول، الاكسيال ريزيستور دي اللي احنا بقى كنا لسه بنتكلم عليها اللي هي ايه بالوات، اللي هي العاديه دي، المقاومه العاديه اللي احنا كنا لسه بنستخدمها، وجايب لك الالعاب بتاعتها، تمام. هنا بقى لما تقرا بقى هنا هتلاقي في حاجه اللي هو دي اللي هي الميتال، فين اهي، ميتال الكترود ليدلس فيس، دي ريزيستور برضه، نوع من انواع الريزيستور في من الاس ام دي ريزيستورز برضه، تمام. انت برضو لو قلبت هنا على الموقع شوية هتلاقوا فيه حاجات تانية كتير يعني، بس خلينا اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي الابعاد اللي هي بتاعت الاس ام دي، ال 1206 0805 04 اهم تاني 0402 0603 0805 و1206، وقلنا اللي موجود في السوق 1206. هنروح نشوف ادي رام،
الناس الكتير اللي مش موجودة دي، الناس اللي بتكمل بس بتلتزم في النهاية هي اللي بيبقى لها شهادات برضو، لأن في شهادة من أي تريبل إي في نهاية الكامب. 12-0-6. تمام يا شباب، ادي المقاومه اهي، اسم دي ريزيستور كاتب لي ان هي ربع واط 12.06. هنا بقول لك مثلا دول 25 قطعه من اي قيمه هتلاقيهم ب 5 جنيه. في حد تاني برضو الكترونيك سبلاير، فري الكترونيكس نفس الكلام، لمباترونكس نفس الوضع. في لمباترونكس ممكن تلاقي عندهم كمان مكونات الكترونيه اكتر، يعني دول بيجيبوش غير 12.06 سواء رام او فري. يو جي اي ما بيجيبش مكونات اس ام دي قد كده، يعني ممكن ما تلاقيش عندهم مكونات اس ام دي خالص. تمام، 12.06 دول هتلاقيهم حاطين بالفاليوز، انت ممكن تطلب من على الموقع المكونات اللي انت محتاجها ويجي لك ايا كان مكانك في الجمهوريه فيه. يعني عندك من اول 10 ميجا، 5 و6 ميجا وهكذا، يجيب لك شكل المقاومه اهو بالابعاد بتاعتها. هنا بقول لك ان المقاومه الواحده ب 2 من 10 قرش، يعني الخمس مقاومات هتلاقيهم بجنيه تقريبا. تمام، أول 10 مقاومات ب 2 جنيه زي ما بيسموها. دي بالنسبة لإيه؟ للمقاومات الإلكترونية. خلينا نختار دلوقتي 12.06 وأقول له أوكي. هعمل نفس اللي عملته هنا مع الكل، كليك يمين وأقول له ريبليس، هي مختارة أوتوماتيك أهي. ريبليس، أوكي. مش معنى ان احنا نعملها دبل لاير دلوقتي ان احنا هنصنعها. تمام، احنا ممكن لسه نضيف عليها بعد كده، نحط ال ام 324 على نفس البورده، بحيث ان ال ام 324 ده فيه اربعه. ماشي، اوكي. تمام كده المكونات اتغيرت اوتوماتيك لوحدها اهي، دي المقاومات بقت في لاير تانية خالص غير اللاير اللي انا كنت شغال فيها، عشان كده بقى لونها احمر. دي في التوب لاير دلوقتي، ممكن اخليها في البوتوم لاير زي ما انا عاوز عادي خالص. تمام، خلينا نعمل بقى ريب قبل ده. ممكن اجي كده على ريب اب دي، في هنا تراك فاير بوليجون كونكتد كفر اهو، ممكن اختار دي او سيجنال. تمام، شل كده اي حاجه، ايه اي تراك موجود بالاسم ده. خلينا نشيل برضو البوليجون. طيب في حاجه بقى عايز الناس تاخد بالها منها، بص دول كده زي ما قلنا احنا، دول موجودين فين؟ في التوب لاير اللي باللون الاحمر. لو انا محتاج اخليهم في البوتوم لاير هما كمان، يعني متوصلين من تحت، هضغط عليها كليك يمين كده واعمل ميرور بقى لونها ازرق اهي. نفس الكلام ممكن اجي اعمله بالتول اللي هي ميرور دي، واضغط على كل المكونات كده. تمام كده بقى ايه في اللاير اللي تحت، هاجي اروح جاي موصل بقى دول نفس الكلام، راوت اهو وانا في البوتوم لاير. هي ليه؟ عايز بقى اسحب من كل سنسور من هنا للسيجنال بتاعته، بس انا عندي دلوقتي مشكله ان انا مش عارف اعدي. لو انا جيت غيرت اللاير بتاعتي من توب من بوتوم لتوب وجيت سحبت كده، هلاقيني بتحرك عادي من غير اي مشكله. تاني عشان الناس اللي ما كانتش واخده بالها، انا غيرت دلوقتي اللاير اهو خليتها توب، انا دلوقتي اللاير اللي تحت الازرق ده في لاير تانيه خالص تحت.
لا مش هتقب بقى، دول هيتلحموا على طول دايركت على البورده، هتبقى بدات كده على البورده من غير تصويب، يعني دول بيتثبتوا تثبيت سطحي. تمام، انا بقرب قبل ده كده. تمام، اخترت اهو تاني راوت اير واير، واخترت التوب. اجي من اول مثلا تراك وليكن ده، اسحب عادي خالص كده اهو. تمام، ده بعده في ميزه ان انت تبقى شغال على اكتر من لاير. لذلك انا يعني انا الاول كنت اعمل ايه، اي بورد عايز اعملها كنت اعملها يدوي، بس كانت بتقرفني انا لما اجي اعمل ايه بقى، اما اجي اصنع وبتكلفني تكلفه اكتر، بقيت اعمل البورده واروح جايب عليها توصيل. مش مشكله السنتي ب 80 قرش، 80 قرش بس. منهم مشكله الصين في حاجه واحده، ان انت منهم لازم تصنع عدد بورد منهم 5 قطع مثلا، دي مشكله بس الايه الصين. فانت لو عايز بورده واحده اقل حاجه لازم تعمل 5. تمام، ده محتاج يروح فين؟ هنا. ماشي، نعدل بقى ده كده. ممكن اجيب ده كده عادي، انزل دي تحت كده. ده الاوبشن اللي هو ايه ده، شايفين دي لوب ريموف، دي انا كنت قلت لكم مش هنستخدمها دلوقتي بس هتحتاجوها. لو انا مثلا عندي تراك مرسوم اهو وانا جيت عملت كده، يعني خلينا نرجع تاني، شايفين المرسومة دي، جيت انا من فوق اهو برسم تراك عادي، شايفين عمل ايه، حذف لي التراك ده لان كان فيه لوب، فهو بيشيلها وهو عمل ديتكت على طول اوتوماتيك ليها وشالها. تمام، نفس الكلام هعمله هنا كده من فوق. ممكن بدل ما انا بوصل على ما هي دي كده تعتبر ايه فايا، يعني هي رابطه بين دبل لاير، لان دي هتتثقب او هتتخرم، فما يبقى دي خرم كده موصل بين الدبل لاير مع بعض. ممكن ما اوصلش هنا على طول، ممكن اوصل على طرف المقاوم، او ممكن اعمل كنترول زد كده، ادي التراك معايا اهو، ممكن اضغط سبيس حط لي ايه دي اسمها فايا. الفايا دي كده نقلتني من اللاير اللي انا شغال فيها اللي هي التوب لللاير الثانيه اللي هي ايه البوتوم. لو انا جيت على التراك وضغطت كده بقوا متوصلين مع بعض. تاني كنترول زد، انا في التوب لاير اهو، يعني انا دلوقتي بوصل في التوب لاير، ممكن اضغط سبيس او مسطره، اتنقلت من التوب لاير للبوتوم لاير. يعني لو انا ازرق، يعني انا اتنقلت النقطه دي وصلت للدبل لاير اللي فوق، او ممكن اسحب التراك ده واوصله كده اهو. تمام، يبقى انا ممكن اعمل الحركه اللي انا عملتها دي، وممكن على طول طالما انا عندي كده كده فايا اهي، ممكن اوصل على طول ايه منها بالفايا اللي موجوده تحت دي. ده بالنسبه الايه للدبل لاير. باقي لي ايه دلوقتي، عايز توصل الجراوند والخمسة فولت. ممكن بقى اجي اعمل كده اهو، اوصل الجراوند ده كله مع بعضه، تمام. واجي هنا نفس الكلام، انا بقى مبقاش عندي مشكله ايه ان انا التوب لاير دي فوق والبوتوم لاير تحت، ما بقاش عندي مشكله ان التركات تمشي من تحت بعضها عادي.
انت ممكن تيجي هنا تروح جاي عامل حاجه كمان جميله، ممكن تروح جاي حاطط كنترولر كده اس ام دي هنا 328 مثلا، ويبقى دي البورده بتاعتك كامله، يعني دي فيها الكنترولر وفيها السنسورات وفيها كل حاجه. ممكن تيجي تحط موتور درايفر في الجنب كده هنا وتوصل الاثنين مع بعض على طول، ودي يبقى البورده بتعمل كنترول على كل حاجه في الايه في الروبوت. ممكن تعمل روبوت صغير عباره عن بي سي بي زي ما قلت في البدايه. التركات ده هنحتاج نظبطها تاني بس ماشي. نعمل كده بس ريب قبل دول سريعا. تغيير من المقاومات دي للمقاومات من المقاومات التانية للمقاومات دي، وعملية الميرور اللي حصلت خلت التراكات ممكن تكون مش واصلة بشكل صحيح. أنا عشان أتأكد إنها واصلة عملناها ري راوت تاني. ميزه الاس ام دي ان هو مريح ونظيف، يعني انت تتعامل مع حاجه بقى نظيفه جدا تعامل بخلاف السرور. ممكن تلحم اكتر من مكون في نفس الوقت. في حاجه اسمها ستنسل هوريها لكم برده، ده ممكن انت تطلب البي سي بي تطلبها معاه على طول. اه فعلا السنسل بيبقى غالي، يعني بيكلفك حوالي 12 دولار 15 دولار في الحدود دي. بس انت ما انت اكيد لو هتعمل بورده زي دي مش هتروح تبلس سنسل. يعني انا بتكلم بقى ان احنا بنتكلم دلوقتي ايه، ان انت تبقى واحد ديزاينر لو هتشتغل في شركه مثلا هتصنع شغل بكميات، فاهمني؟ اكيد مش هتقعد تلحم الكلام ده، لان الشركات برضو خلي بالك في حاجه، انت لو تطلب من بره دوائر معمول لها اسمبلي ممكن تتحجز في الجمارك ما يرضوش يدخلوها، فاهمني؟ لان انت تبقى طالب الدوائر متجمعه، الدوائر متجمعه دي بقى هم بياخدوها امنيا، ما يقول لك احنا مش عارفين انت تعمل بقى ايه. لان ايه بقى كده كله واصل، باقي بس الجراوند ده يوصل بالجراوند اللي فوق. ماشي ممكن نيجي كده نوصل 5 فولت الجراوند. ماشي ممكن نخليه توب على طول، اغير اللير من هنا خليها توب، اتحرك كده من هنا خدها كده بره شوية، خدها كده بره شوية. نموف ده دي كده الورد. ماشي ممكن اعمل بقى اكسس نت، وصلت الجراوند برضو بالبوليجون اهو. ممكن اجي اعمل بوليجون تاني، اختار التوب لاير هي كمان، اقول له عايز اوصل دول كده. الناس لو ما حضرتش السيشن دي فاتها كتير والله. هيحضروها عادي يعني، هتترفع إن شاء الله على طول بعد السيشن.
ده ايه؟ اي جي ان دي. عايزك تركز بقى كده في حاجة. بص، أي حاجة كانت اسمها جراوند توصلت بإيه؟ بالجراوند ده، أو أي جي إن دي توصلت. ده في التوب لاير. في البوتوم لاير هتلاقي نفس الكلام، أي حاجة كان اسمها أي جي إن دي في البوتوم لاير هتلاقيها برضو إيه؟ متوصلة. بس في حاجة بقى، أنت لو جيت تبص كده، إيه اللي موصل الدبل لاير ببعض؟ النقط اللي اسمها أي جي إن دي، يعني النقطة دي، النقطة دي، النقطة دي، النقطة دي، فاهمني؟ طب لو انا عايز ازود المساحه او الاريا اللي الجراوند يكون متوصل بيها او اللايرز متوصله مع بعض، عشان انا قلت في حاجه اسمها فاير، في هنا تول ايه اسمها فاير، ممكن اجي اختار التول دي كده واجي اختار الدريل من هنا 7 من 10 مثلا مللي، ده اللي هو الثقب اللي هيبقى في يعني انا عملت زوم كده. بص، لو انا عملت زوم، شايفين الفاير دي اللي انا نزلتها دي، الدريل هو المسافة السوداء اللي انت شايفها في نص الفايه اللي بتتحرك معايا دي، تمام؟ اما اللي بره اللي هو الاخضر ده، ده اللي هيعمل كونكشن، يعني ده اللي هيوصل لي الدبل لاير ببعض، تمام؟ يعني دي بتبقى بير كفر كده، او اللي هو زي ما بيقول عليها نحاس عرياني، يعني ما لهوش ماسك، تمام؟ بيتوصل بالايه؟ باللاير اللي تحت هي كمان دي اللي هي الفايه. ممكن تغير الدايمتر بتاعها، يعني لو انا مثلا قلت له انا عامل الدريل 7 من 10 مللي، ممكن اخلي الدايمتر يبقى ايه؟ 9 من 10. 9 من 10 ده معناه ايه؟ يعني اللي بره ده 9 من 10 واللي جوه 7 من 10. ممكن تكبر زي ما انت عاوز، يعني ممكن اقول له 3 مللي مثلا، واخدين بالكم؟ فبس زودت في ايه؟ المساحه اللي هتبقى معرضه للكونكشن. بس احنا هنخليها اوتو احسن، بس هو ايه؟ اختار الشكل الافضل. وانا هنا ممكن نيجي على الدريل دي نصغر، يعني ممكن تخليها 1 من 10، تمام؟ لان دي فاير، ممكن تخليها 2 من 10، تمام؟ الفاير دي زي ما قلت هي دورها كله انها كانها شورت سيركت كده بين اللير اللي فوق واللير اللي تحت. ممكن اجي احط واحده هنا كده، تمام؟ واحذف اللي انا نزلتها دي، اقول له ديليت. ادي واحده نزلت، يعني ممكن اضغط كليك يمين عليها روبرتس كده، اغير الدريل عادي من هنا زي ما انا عايز. طيب لو انا عملت راتز نست كده، هلاقيها ايه؟ فصلت لي، يعني ما بقتش الاثنين متوصلين ببعض. اغير اسمها روبرتس، واغير النيم من هنا، او اجي اعمل نيم من هنا كده واسميه، اقول له سميها لي اي جي ان دي. لو انا جيت عملت راتز نست، هلاقي ايه؟ مش ظاهره، بس بظاهر اللي يتم متوصلين ببعض. عايزك تشوف شكلها كده في عمليه التصنيع او شكل البورده، اخد بالك هنا في ايه؟ فايا اهي موصلين الاثنين ببعض. لو انا رحت للبوتوم سايد او التوب سايد هتلاقي نفس الكلام اهي، موصلين ايه؟ واصله هنا، ظاهره هنا انها كونكتد، وتحت كونكتد. ممكن اجي انقلها جوه شويه مثلا كده، عايز اغير البوزيشن بتاعها بحيث مثلا تبقى حاجه ثابته. ممكن اقول له خليها لي عند 10 مثلا مللي و 30 بس مثلا. ابلاي، بقت موجوده فين؟ هنا. ماشي، نقلل شويه، خلي دي 6، يعني كده كده 8 او 7. ماشي. طيب لو انا عايز اكرر دي، يعني محتاج ازود، ما دي كده انا عملت كونكشن هنا، يعني دي ربطت لي برضو ايه؟ زودت الايه؟ نقطه اقدر اوصل منها كمان للجراوند. محتاج احط كذا نقطه هنا اوصل بينهم للجراوند. في هنا تول اهي اسمها باترن، يعني انا ممكن اختار مكون واقول له اعمل لي باترن منه، او كرره لي كذا مره، سواء لينير او روتيشنال، بالشكل اللي انا محتاجه او بالعدد اللي انا محتاجه. فانا مثلا هاجي على باترن دي، تمام؟ واقول له مثلا انا محتاج اعمل لينير، يعني انا هكرر الشكل ده لينير، يعني جنب بعض سواء يمين او شمال او فوق او تحت، مش هعمله سيركلر. الاكس سبيس مثلا انا هزود الاكس كل مره بمقدار 1 مللي، والواي سبيس هخليها ايه؟ زيرو. يعني انا هخليهم الاكس تزيد، دي معناها ان انا بقول له هتحرك من الناحيه اللي انا فيها دي كده لليمين،
كل مره هزود 1 مللي واحط فايا، كل مره هزود 1 مللي واحط فايا، او هزود 1 مللي واحط مكون من المكونات اللي انا هختارها. تمام، الجزء ده واضح. طب لو انا خليت الاكس سبيس دي ماينس 1، هيجي من البوزيشن اللي انا فيه ويحط لي قبله بماينس 1 مللي مكون، وقبله بماينس 1 مللي كمان مره مكون، على حسب الايتم كاونت اللي انا هحطه هنا. فانا مثلا اقول له احط 8 مكونات، واخلي دي مثلا 6 من 10 مللي مثلا. تمام، واقول له اوكي. هاجي اعمل زوم كده، هو كده انا خلاص هو مستني اخد المكون واحطه في المكان اللي هيبدأ منه يعمل ايه عملية الكاونت. فانا مثلا هنقل دي او هضغط كده في السنتر مرة، واروح جاي اضغط كمان مرة، يبقى انا شلتها من هنا وحطيتها في ايه في نفس المكان. هلاقي ان هما ايه قريبين قوي من بعض. ممكن اعمل كنترول زد واجي تاني على الباتر، اخليه لينير واقول له ما اخليها برضو 6، وهنا يبقى 1 مللي، بلاش 6 من 10 مللي لان يبقى قريبين قوي من بعض، وخلي دي بايه بزيرو، ممكن نخلي دي ب 8 واقول له اوكي. نفس الكلام هضغط سنتر واضغط كمان مره بحيث يبدا يعمل كاونت من اول واحده من هنا. تمام كده، انا عندي هنا في 2 فايا فوق بعض، ممكن اروح اعمل ديليت لوحده. تمام يا شباب، كده انا عندي ايه، ادي 8 فايا اهم. لو انا رحت هنا هلاقي ايه، ادي 8 فايا متوصلين، موصلين لللايرز التوب بالبوتوم. تمام، لو انا رحت كده التوب سايد اهو، دول كده موصلين ببعض. ممكن بقى اجي اعمل ايه، ممكن اعمل تاني ازود تحت زي ما انا عاوز. يعني انا ممكن اجي اعمل كده باترن تاني اهو، واقول له المره دي محتاج لينير، بس ايه اخليه لي الاكس بزيرو، والمره دي الواي خليه لي بماينس 1، واعمل لي برضو ايه 8 مثلا، واقول له اوكي. لو انا جيت على دي هعمل لها باترن من نفس المكان، عمل لي ماينس 1 اهو، زود لي ايه الشكل اللي انتم شايفينه ده، عمل لي ماينس 1 وحط فاي، ماينس 1 وحط فاي، وهكذا. هي الزياده ده تفيدني بحاجه، الزياده دي بتفيدني ان انا زي ما قلت بزود المساحه المعرضه للجراوند، او الاماكن اللي الجراوند يبقى متوصل فيها، او عامل كونكشن مع بعض. وانا كل ما ازود مساحه السطح المعرض للجراوند ذات نفسه، ده هيفيدني ان انا ما يبقاش عندي نقطه واحده او نقطتين او 3 نقط في البورده بس هما اللي واصلين ايه للجراوند. تمام، ماشي يا شباب. ممكن بقى تزود زي ما انت عاوز، يعني ممكن اجي هنا اقول له تاني باتر، او ممكن اجي اعمل كده اختار اعمل سيلكت للجزء ده اهو اللي انا عملته هنا مثلا، او خلينا نختار دول واقول له كنترول سي كنترول في اهو. بس انا خلينا نعمل ايه كنترول في، تنقل بقى ايه تحط زي ما انت عاوز بقى. وليكن مثلا هحطهم هنا، اعمل كنترول في تاني زي ما انت عارف. طيب لو انت جيت تعمل ريتز نست كده هتلاقي دولت ايه بالشكل اللي انت شايفه ده، لان اسمهم اتغير. لما باجي اعمل كوبي للمكون ما بينزلوش بنفس الاسم او بنفس اللاير اللي متوصل فيه. اضغط بس كليك يمين واغير الايه اي جي ان دي 1 دي لاي جي ان دي بس، واقول له ابلاي يس، دول اتوصلوا اوتوماتيك اهو. نفس الكلام اللي عملته هعمله مع اللي تحت. تمام كده كده ايه كله بقى متوصل بالجراوند. لو انا رحت اشوف شكلهم، ادي ايه الفايز اللي انا عملتها دي، ممكن بيسموها الاستيتشنج فايز، او اللي هو ايه الفايز. هو انا اوريدي يعني انا مش عاملها لسبب في البورده غير انها تعمل ستيتشنج، او انها توصل لي اللايرز بس ببعض. يعني هي لو اتشالت مش هتاثر على، مش هتلغي لي سيجنال في البورده. تمام، الناس وصل لها الفكره؟ نفس اللي عملته بقى ممكن تكرر تاني زي ما انت عاوز هنا، ممكن تكرر في المساحه الفاضيه دي. تمام، عايزين بقى نكتب على البورده. هاجي هنا تكست واقول له انا محتاج ايه
محتاج أقول إن ده جراوند أول حاجة، بعد كده الخمسة فولت، بعد كده الـ A0، A1، الـ A2، الـ A3، الـ A4، الـ A5، تمام. اقول له اوكي، اقول له غير لي اللاير من التوب بقى للايه، للكي نيم، يعني التوب نيم، واعمل كده الفهم حجم كبير ممكن اصاب. تمام، خليه مثلا 1 مللي، ماشي. ممكن اخلي الالاين ده يبقى لل، خليه بتاع ده توب سنتر، ماشي توب سنتر، يبقى توب للرايت، تمام. بس اخلي المكونات كلها يعني، هي الطبيعة بتاع المكونات انها تبقى كده. انا بقول له خلي لي الالاين توب رايت، يعني خليهم من ناحية الرايت كلهم، اعمل لهم الاين مع بعض، تمام. انا دلوقتي هعمل ايه، هضغط اسكيب تاني وهزود مسافة بين كل قيمة والتانية. برضو ايه، اهمية نزود التوصيل بالجراوند، التوصيل بالجراوند عشان نقلل النويز، ماشي، دي ما فيهاش مشكلة. انما الفايز مش عشان تقليل الجراوند، مش عشان تقليل النويز، الفايز عشان ازود المساحة المعرضة للجراوند. وصل الفكرة؟ ممكن نخلي دي بقى 8 من 10 مللي، تمام يا شباب. خلي ده 20، ممكن اخلي الاسم ده في اي لاير تانية بحيث ايه ما تقرفنيش. اقول له ايه، او عادي خليه مثلا في ال، خليه في الكي نيم، تعالى نغيره، نعمل له نيم، نقول ان ده مثلا كونكتور، تمام، بدل ما تشيله خالص. طيب باقي لي ايه تاني؟ الفاليو بتاع المقاومات مش موجوده. هنيجي هنا بقى على اللاير، نظهر البي نيم لان هم بقوا في البوتوم لاير دلوقتي. ليه اوصله باك جراوند؟ ليه اوصل ايه باك جراوند؟ ما تردي، انا هظهر، هخفي دلوقتي يا شباب التوب لاير، تمام، هخفي البوتوم لاير برضو. ايه اللي ظاهر لي دلوقتي؟ المقاومات اهي، كل مقاومه ظاهر لي اسمها بس، مش ظاهر لي الفاليو لان انا ما عملتش اساين فاليو. فهرجع هنا كده، دي كانت 10 كيلو ودي ايه؟ 220. هاجي هنا الفاليو عشان انا غيرت المقاومات، اقول له 220 دي 10 كيلو، 220 10 كيلو، يس 10 كيلو، 22، هل دي برضه 10 كيلو، دي كام؟ 10، نرجع كده. هاجي هنا هظهر الفاليو، هقول له اظهر لي البي فاليو، واقول له اوكي،
وانا عارف ان البي فاليو هنا دي مش هتظهر لي، لان البرنامج لما بيجي يعرض الفاليوز الطبيعي ان هي باي ديفولت ايه، ما بتطبعش على البورد، يعني ده بيسموها كده اللي هو الانتليكشوال بروبرتي، او اللي هو زي ما تقولوا كده حقوق الملكيه مثلا، او حقوق التصنيع ذات نفسه. هم ما بيحبوش يحطوا قيم المقاومات عشان الناس ما تعرفش البرود اللي هم مصنعينها، بس احنا دلوقتي احنا اللي بنصنع، فاحنا اللي عاوزين نحط ايه القيم. فهنيجي على تشينج، هنغير اللاير، تمام، هنخليها ايه بي نيم اهي، اقول له خليها بي نيمز، اقول له اوكي، واضغط على ال 220 دي، اتغيرت اهي ال 10 كيلو 220، 10 كيلو 220، 10 كيلو. انا بضغط في السنتر عشان اغير ايه القيم، بنقلها من اللاير بتاعت الفاليو لللاير بتاعت التي نيم. لو انا جيت هنا في عملية المانيفاكتشر دي واخترت البوتوم سايد، هلاقي ايه كل مقاومة بقى مكتوب لي قيمتها ورقمها، قيمتها ورقمها. طيب اجي ارص برضو دول كده، ممكن مثلا اخلي دي هنا كده، حد عنده أي أسئلة يا شباب؟ يبقى ليه أوصل أنا، يعني أنا ممكن أكون فهمت قصدك، ليه أوصل البوليجون بالجراوند؟ لو ليه أوصل البوليجون بالجراوند، لأن هو ده الريتيرن لاين، أو الخط اللي الكهرباء بترجع فيه أصلا، فاهماني؟ أو اللي هو أقرب نقطة أقدر أفرغ فيها الشحنة أو أفرغ فيها النويز، فده السبب إن أنا بوصل البوليجون بالجراوند. انما لا يفضل ان انا اوصل البوليجون بالجراوند لو انا هصنع يدوي، لان انا مبقاش عامل سولدر ماسك اصلا. ريبوزيشن تول، دي قصدك؟ ما استخدمتهاش قبل كده صراحة، بس عادي ممكن نجربها دلوقتي مع بعض. هنقول له مثلا توب سنتر زي ما هي كده، المفروض ان انا ماشي. طيب خلينا نقول له توب رايت، توب ميدل، توب ليفت، مفيش، مستقبلش. هو خد امر التوب ميدل وشكرا. restore default، ماشي، name and value كده، جابهم لي كلهم مع بعض. ماشي، بس هو المشكلة برضو ان هو يعني فاهم. ماشي، خلينا نختار مثلا دي، انا عايز النيم بس، واجي هنا اقول له مع ال، طيب خلينا نختار دول كلهم اهو، وهقول له ريبوزيشن اتريبيوت، وخلي لي النيم يبقى مثلا توب ليفت ريبوزيشن جروب، وخلي لي الفاليو
تبقى البوتوم ليفت في بوزيشن التجاري. عظمة جدا، ممكن نستفيد يا عمو. دي ميزة، الميزة ان احنا نبقى متجمعين كلنا في سيشن واحد. تمام، دي برضو طول كويسة، هي يعني أول مرة نستخدمها كده. المقاومات هي اتعد ترتيبها، دي مش جاية ليه، ممكن نكون نسينا نعمل لدول فاليو أصلا. خلاهم ظاهرين أهو، اشتغلنا. أو ممكن نكون أصلا ما نقلتهمش من في البي نيمو، برضه في البي نيمو لا ده دول بي نيمو. دي برضه نخليها في البي نيمو. تمام، ظهروا طيب. وليكن انت عايز تضيف لوجو مثلا او حاجه، ممكن تيجي تضيف الحاجات اللي هي الستاندرد من هنا كده، مش تشينج، لا اد اهي اد بارت. تلاقي في لايبرري في الايجل اسمها لوجو، ده لو انت عايز تنزل حاجه خاصه من الايجل. يعني حرف ال كده، تلاقي بقى اللي هو الحاجات الخاصة بالإيجل ذات نفسه. تمام، نفس الكلام كده زي ما انت عاوز بقى، نون ريسايكلد اي اس دي بروتكشن، ما ينفعش تلمس البوردة، الحاجة دي ما ترميهاش مثلا، أو ممكن يتعمل لها ريسايكل. ده لو أنت عايز تستخدم الحاجات اللي هي الجاهزة دي. طب مش عايز تستخدم الحاجات دي وتنزل حاجة خاصة بيك أنت، خلينا مثلا ممكن نيجي هنا كده تعمل فايل امبورت، بس لازم الحاجة اللي أنت هتعمل لها امبورت تبقى بيت ماب أو دي اكس اف. بيت ماب دي يعني الصورة بتاعتك تبقى بي ام بي، وتبقى عبارة عن مونو كروم، او اللي هو ايه مونو كولر، يعني ابيض واسود. الصوره ممكن تحولها، يعني ممكن نجيب اي صوره دلوقتي، اي حاجه ممكن نجيب ايه، ايجل لوجو مثلا، مش عايزين حاجه بقى تكون ايه بي ان جي، هو مش شرط بي ان جي، خلينا نجيب اي صورة من دول. خلينا مثلا نقول لكم ان احنا ايه اخترنا الصورة دي، حاجة احملها، احملها داونلود كده، سيف از. ويب فايل، لا مش عايز هذا الفايل، مش نقوله ايجل مثلا. سيف على الديسك او في الداونلود، ماشي سيف. أجي كده أفتح الرسام، وأعمل أوبن للصورة، أعمل سيف أز أو فايل سيف أز،
بي ام بي بيكتشر، واجي هنا على 24 بت خليها مونو كروم بيت ماب، واقول له سي، بيقول لي الالوان بتاعتها هتتغير وهيبقى هيحصل لها ريدكشن يعني، اقول له اوكي مش مشكله. ده بقى شكل الصوره اهي. فانا لما اجي اعمل لها، اما اجي استدعيها في الايجل ممكن اخد اللون الاسود بس واسيب الابيض، هاخد الابيض واسيب الاسود زي ما انا عاوز. تمام كده تسيب. اجي هنا على الايجل هقول له فايل امبورت بيتماب، اوكي هي موجودة في الداونلودز ايجل دوت بي ام بي، اقول له اوبن، بيقول لي عايز اللون الاسود ولا اللون الابيض، انا اختار اللون الاسود، اقول له اوكي خليه بالمليمتر. الصورة دلوقتي 640 بيكسل في 640 بيكسل، فانا عايز اصغرها، ممكن اقول له مثلا اخليها سكيل 5% مثلا أو 8%، ممكن نقول نص ونشوف لو هتبقى كبيرة قوي. أعتقد هتبقى كبيرة، خلينا نقول مثلا أنت بتعمل سكيل زي ما أنت عاوز، الفكرة إن أنت بتصغر بس اللوجو، لأن 640 بيكسل ده هيبقى كبير قوي. كل 900 ونشوف الصورة هيبقى شكلها إيه. أقول له أوكي، بيقول لي عدد اللايرز هيبقوا ايه، 200 لاير، اللاير اللي هننزل فيه. اقول له ران سكريبت، وهنا بدأ يرسم لي الشكل اهو، اللوجو. تمام بس شكل اللوجو هيبقى كبير بس كويس يعني. هو نزل هنا في لاير اهي، سيلكت لاير لوحدها، مختار لاير رقم 200 بي ام بي. ده كويس ان انا اقدر اسلكت ده من ضمن المكونات كلها يعني، انا ممكن اخفي اللايرز كلها واخلي اللاير اللي اسمها بي ام بي دي واظهرها لوحدها. خلي بالكوا احنا كده حاطين ده 9% يعني، عاملين دلوقتي سكيل 9%. ممكن اجي والكوماند بيتنفذ كده واروح جاي اعمل له ايه، ستوب من هنا. تمام واخفي اللايرز كلها، في لي مثلا الكتم والبدو والفاير والانراوتد والكلام ده كله. وانت كمان يلا يلا واجي سيلكت ده كده، اقول له انا مش عاوز ده، اعمل لي ديليت، هنزل الموضوع تاني. المرة دي بقى هقول له ايه، فايل امبورت بي ام بي او بيت ماب، اوكي الصورة اهي الاسود بالمليمتر سكيل، نخليها مثلا 2%، 2%. تمام شوف اللاير، ممكن تختار اللاير اللي انت عاوزها على طول مباشر من هنا، بس انا خليها 200 وممكن نرجع نعمل لها ايه، ممكن نغيرها. تمام اقول له اوكي رن سكريبت. تمام اللوجو بدأ يظهر لي هنا اهو بعد ما اتعمل له سكيلينج. دي طريقة يعني ان انت تعمل اللوجو بتاعك دي كده، طريقة. في الطريقه الثانيه اللي هي ايه، ممكن تكريت لايبراري اصلا وتحط فيها اللوجز اللي انت عاوزها كلها وتستدعيها يعني، انت تيجي في اللايبراري اللي انت كريتها تكريت اللوجو بتاعك كاليمنت وتبدا تنزله في البورد عادي، زي ما مثلا اللايبراري اللي هي اسمها لوجو ايه الخاصه بالايجي، ومش هيبقى بقى مش هيعمل ران سكريبت وينزل لك ايه المكون عباره عن خطوط كده ويرصها فوق بعضها. هو كان لونه اسود بس احنا في النحاس، هل احنا عندنا لون اسود في النحاس؟ احنا عندنا طبقات النحاس، يا اما الازرق لا اما الاحمر. تمام ده في التوب او البوتوم، ولو انا هعمله في السلك سكرين بيبقى لونه ايه، ابيض. فانا دلوقتي عشان اللير اللي هو فيها اسمها بي ام بي فنازل لونه ازرق، ممكن انا سلكت ده كله كده. تمام واعمل شينج لللير واخليها في الايه، في
في التي نيم مثلا، يعني انا هظهره على البورده من فوق واقول له اوكي، واضغط في اي مكان اعمل شينج جروب كده. انا ايه غيرته في التي ليج، اجي اعمل موف واعمل موف جروب واعمل شو اللايرز اللي عندي واقول له اوكي. وليكن مثلا انا محتاج احطه ايه هنا مثلا، تمام. في حاجة ممكن احذف الخط اللي هنا ده، جايب الامتداد بتاع البرنامج ده او الامتداد بتاع الصورة، تمام كده يا شباب. لو انا رحت اشوف الصورة، ده شكل الحاجة بعد ما تطبع. طيب ممكن اسلكت ده كله كده اهو، يعني انا زي ما هو زي ما هو اهو، اجي شينج اختار اللاير وقال له خليها في التوب لاير مثلا، اوكي شينج جروب، اتنقل في ايه في التوب لاير. هعمل رايت نست عشان يفصل حواليه كده، ده يبقى شكل البورده بعد ما تتصنع. ممكن انا اروح جاي اعمل حاجه تانية، ممكن اروح جاي اعمل كوبي كده، كليك يمين اقول له كوبي جروب واجي فوقه اهو، تمام. احاول اظبطها بالظبط، وحطيت كمان نسخه منه، واجي اعمل شينج وخلي اغير اللاير اخليها تي نيم واقول له اوكي. كده يبقى هتلاقي ايه ظهر لي مره في اللاير اللي هي النحاس ومره في اللاير اللي فوقها. هو لسه عملش، انا عملت شينج جروب، شينج جروب تمام. بقى كده محفور في النحاس وموجود برضو ايه بالسلك سكرين. بحس في شركات انت ممكن مثلا لو انت كاتب اسمك بالسلك سكرين يتذاكوا، يجي هو مثلا ايه بعد ما انت بعد ما صنع البورده، لا هو مش عايز اسمك يبقى موجود، تروح جاي عامله مثلا مقشر السلك، طبقه السلك سكرين دي لو هي ينفع تتقشر، تمام. لا انا هخلي، انا هخليها لك برضه في السلك سكرين وهحطها في طبقه النحاس برضه اللي تحت الماسك، تمام. تمام يا شباب، هي كده كنترول اس. طيب انا خلصت دلوقتي الشكل ده او البورده دي بنفس الكلام كده، وعايز اوديها تتصنع، اعمل ايه بقى في عمليه التصنيع؟ انا مثلا برضو في حاجه تانية، البورده هنا كانت ابعادها كام؟ 70 في 32، احنا بقى مش عاوزين ال 32 دي، يعني ممكن تسحب دي بس عامة، يعني دلوقتي تمام ممكن تسحب البن هيدر ده بقى لتحت، انت كده كده هيبقى معاك مساحة اصلا ان انت شغال دبل لاير، ممكن تسحب البن هيدر لتحت تخلي البوردة 2 سم لو انت عاوز كمان، يعني لو احنا جينا كده للتوب والبوتوم قدامنا كتير. احنا كنا، انا لسه كنت عايز اشرح حاجة تانية جديدة، يعني انت لو جيت خليت ده كده 20 20، ممكن تسحب بقى المقاومات تاني تحت كده وترصها زي ما انت عاوز، تنزل بين هيدر كده، يعني انت شغال بقى عندك دبل ليه، تمام. انا ارجعها ايه زي ما كان. طب انا خلصت البورده كده وتمام، ما عنديش اي فاهم، ما عنديش فاهم مشكله، وعايز ابعتها تتصنع، هظهر اللاير كلها، اللايرز كلها عندي، باجي هنا من المانيفاكتشر دي، ولا اما اضغط على الكام تمام، او اجي من فايل واضغط على كام بروسيسور، تمام. هنا في حاجة بقى، في حاجة هنا مكتوب ايه جيربر، ملفات الجيربر فايل دي اللي زي ما قلت اللي هو ايه زي الجي كود كده في المكن ال 3 دي برينتنج، ده الفايلات اللي المكن او الماشينز بتقدر تتعامل معاها عشان تبدا تصنع لك ايه الدايره اللي انت محتاجها. هتيجي هنا تلاقي التوب كفر، وده شكل الايه اللاير للبرنامج اللي هناك بتاع المكنه او بتاع الماشين هيقدر يتعامل معاه. هنا شكل البوتوم كفر، ده شكل طبقه النحاس اللي هي ايه في اللاير اللي تحت.
البروفايل ده اللي هو الاوت لاين بتاعك، اللي هو ابعاد البورده والحاجات اللي هتعمل لها تسقيب. تمام. سولدر ماسك في التوب ده شكل اللي هو عمليه، يعني هو لما يجي يعمل سولدر ماسك هيغطي كل حاجه الا الحاجات اللي معمول عليها ايه، اللي معموله باللون الاسود دي. البوتوم نفس الكلام، هيغطي كل حاجه الا اللي معمول عليها ايه، بالاسود دي. سولدر بيست الحاجات اللي هي لو انا عندي حاجه في التوب سلك سكرين، مش سلك سكرين بقى، مقاومات سيرفس ماونت محطوطه في السولدر في التوب لاير هيظهر لي مكانها. طب في البوتوم لاير كان عندي المقاومات الاس ام دي اهو، فهو ظاهر لي هنا ايه البدات بتاعتها اللي هبدا الحم عليها عمليه ايه، اللي اعمل عليها عمليه لحام. السلك سكرين في التوب اللي هو بقى اسماء المكونات، زي مثلا ما احنا عاملين هنا كده، او شكل الايجل اللي احنا كنا عاملينه ده. تمام. السلك سكرين اللي في البوتوم لو انا كاتب حاجه على البوتوم. تمام. طيب عمليه الدريلنج اوتو دريل، هو بقى هنا كل نقطه هيتعمل لها دريلنج بيبقى محطوط ليها ابعادها والكلام ده كله، بيطلع له اصلا ملف اكسل شيت. تمام. بيبقى فيه كل الابعاد دي، البرنامج بيبدا يتعامل معاها. دي اللي انا كنت بقول لكم عليها، ايه البي او ام او البيل اوف ماتيريال، والبيك اند بليس. بيك اند بليس ده لو انت هتعمل عمليه اسمبلي، لو انت هتصنع البورده وهتعمل لها اسمبلي هناك في الشركه، اما ببعت لهم الجيربر فايل ده بيطلع فيه كل الداتا اللي موجوده هنا دي، من اول الجيربر فايلز اللي هي خاصه بعمليه التصنيع، لحد فايل الدريلنج، لحد الفايل بتاع البيل اوف ماتيريال، بحيث ان هم يعرفوا المكونات اللي انت هتستخدمها والقيم بتاعتها. فهنا مثلا ملف البي او ام او البيل اوف ماتيريال بيطلع كتكست، وبيظهر مثلا الليست تايبس الفاليوز. تمام. هنفتح برضو الفايل ده ونشوفه دلوقتي. فانا خلينا نيجي كده هقول له اكسبورت از زد اي بي، يعني انا بقول له طلع لي الملفات دي كلها مضغوطه في فايل واحد، بحيث انا ابعت فايل واحد بس للشركه اللي هتصنع. تمام. واجي اروح جاي اعمل ايه، بروسيس جوب، وهي هنا باي ديفولت بالمتريك. ممكن ازود الريزوليوشن شويه، اخلي عدد الانتجرز دي 6 مثلا والديسيمال 6. تمام. دي اللي هي ايه السبيسيفاير بتاعتي، دي زي ما تقول الابعاد كده، بس انا مثلا بدل ما اقول له بدل ما تستخدم 2 بس او 3، لا اخليها ايه لحد 6 ديجيت على اليمين و6 ديجيت على الشمال في الديسيمال بوينت والكلام ده. واقول له اعمل بروسيس جوب، قول لي الملف ده سايبه فين، هقول له مثلا في المكان اللي هو الفايل اللي اسمه سيرفيس سيشن بتاع البروجكت، واقول له سيف. ده كده الجيربر فايل اللي هو دوت زد اي بي اللي انا طلعته ده، بيقول لي ان هو الجوب سكسسفولي، اقول له اوكي. ده كده الكام فايل او الخاص بعمليه المانيفاكتشرنج. تمام. او الكمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج ده الخاص بعمليه التصنيع. برضه بقى فيه ملف كام فايل، او كام اللي هو خاص بالعمليه اللي احنا الجزء اللي احنا كنا بنعمله ده. تمام. اللي هو الكاد ايد مانيفاكتشرنج او التصنيع المساعد في الموضوع. فلما اجي اعمل كانسل كده هيقول لي عايز تسيب الكام جوب فايل ده، الكام جوب فايل اتغير عن قبل المره قبل ما تفتحه دلوقتي، عايز سيبه، فاقول له سيف وسيبه لي هو كمان ايه في نفس المكان، بس ده ما استخدموش في عمليه التصنيع. ده لما اجي افتح البرنامج بيفتح لي الحاجات اللي انا عدلتها اخر مره باي ديفولت. تمام. ده كده ايه الشكل كده البورد خلص. فاروح على الفايل اللي انا مثلا كنت عامله اللي طلعته من البرنامج، هو اللي انا عملت له اكستراكت. افتح الفايل مثلا كام جوب اوتبوت او كام اوتبوت، هلاقي هنا 3 ملفات، اسمبل لو انت هتصنع، دريل فايلز، الجيربر فايلز. انا يهمني ايه لو انا دلوقتي عايز اشوف البيل اوف ماتيريال الاسمبل، هتلاقي هنا في الاسمبلي جايب لي البي ان بي، الباك فرونت التي سي ار تي، ده اللي المكن هيبدا يتعامل معاه. تمام. هنا الجيربر فايلز هتلاقي عندك زي ما قلت دي اللايرز كلها ودوت جي بي ار. تمام. دي اللي هي الايه الجيربر فايلز. عندك هنا الدريل فايلز نفس الكلام، كل فايل موجود وليه امتداد برضو خاص بيهم اهو اكس ال ان. تمام. خلينا نرجع لعمليه الاسمبلي ونفتح تي سي ار تي دوت تي اكس تي، هلاقيه هنا كاتب لي ايه بين هيدر 1 في 8، الكوانتيتي بتاعته 1، والبارت اسمه كونكتور، والديسكريبشن بتاعه هو عباره عن بين هيدر. تمام. هنا كاتب لي انت بتستخدم 6 مقاومات 10 كيلو من النوع 1206 اهو الباكج بتاعتها، واسمائهم اللي هم ار 1 ار 3 و5 و7 و9 و11، واللايبرري بتاعتك او الديسكريبشن بتاعها ان هي جينيريك ريزيستور باكج. مستخدم 6 مقاومات 220
من ال 12.06 واسمائهم اللي هم 2 و4 و6 و8 و10 و12. برضه الحاجات دي بتسهل عليك في ايه؟ لما تبقى عامل بروجكت كبير مش هتقدر تعد المقومات. انت الاول لما كنا لسه في بدايه البي سي بي، لما الواحد كان لسه بيتعلم، تقعد تعد كم مقاومه في البورده، كم سويتش، مش ممكن تنسى حاجه، تروح تجيب مكونات تلاقي مثلا ناس سويتش، ناس مقاومه، ناس ليد، مش عارف ايه الكلام ده كله. لا انت دلوقتي بالفايل ده بتاخده تطبعه مثلا في ورقه وتاخده معاك. انت عارف مثلا هتجيب 6 سنسورات من النوع تي سي ار تي 5000، اللي اسمائهم مثلا 1 و2 و3 و4 و5 و6 زي ما انت حاططهم على البورد، وكاتب لك في الديسكريبشن ان هو ايه، ريفلكتيف اوبتيكال سنسور ويز ايه ترانزستور اوت. تمام، ده اللي هو البي او ام او البيل اوف ماتيريال فايل. تمام يا شباب، الناس بتقول نكتفي لحد هنا، انا ما عنديش مشكله لو عايزين نكتفي السيشن ده لحد هنا. تمام، نعملها 3 دي. ماشي، يعني انا بس عندي مشكله وحيده، ان هي ان انا البرنامج رافض يعمل كونكت على النيتورك، بيقول لي ان نيتورك اكسس ديسيبل، لان انا كنت حملت النسخه كراكت، كان في دماغي حاجه انا بجربها وكده. ممكن تيجي هنا، لو انا دلوقتي جيت اعمل بوش تو فيوجن، هفتح من هنا فيوجن 360 وانا مسطبه تمام وربطه بالبرنامج. هنا بيقول لي في ايه بقى، فيوجن 360 is currently unavailable، يجي الكود انت كونكت تو ويب سيرفيس، عشان انا بقول عندي مشكله في النيتورك، ان البرنامج ذات نفسه النسخه اللي انا كنت حملتها كراكت دي عملت لي مشكله، عملت ديسيبل للنت. تمام، فانا احل مشكله النيتورك دي. انا لسه انا هشيل هشوف المشكله اللي موجوده فيه دي حلها. تمام، سعر على انا اللي يهمني دلوقتي انت ايه، كل حاجه من دول مش هتلاقي موجود لها ايه باكج.